واحد هيقول لي بس اكيد النظام ما عملش كده من فراغ. اكيد صفوان ثابت ده كان ارهابي ومجرم وخاين وعميل. طيب انا عايز اجاوب على هذا السؤال وهحكي لحضراتكم الحكايه من الاول خالص. مين صفوان ثابت وعمل ايه عشان يتحبس؟ صفوان ثابت ده شخص رجل اعمال عنده شركه ناجحه اسمها جهينه، معروفه للجميع طبعا، والقاسي والدان، بتورد الالبان والاجبان لمصر كلها. تقريبا حصتها في السوق بتعدي 70% من تخصصها. ولكن رغم كل ده شركه محترمه بتساهم في العمل الخيري باعتراف مين بقى؟ رئيس لجنه التحفظ على اموال صفوان ثابت نفسه. يعني الراجل المسؤول عن التحفظ على اموال صفوان ثابت هو اللي قال ان الراجل كان خير وبيعمل اعمال خيريه. وادي اهو في 2015 اول ما شكلوا اللجنه طلع وقال المستشار عزت خميس رئيس لجنه اداره املاك جماعه الاخوان ان اللجنه قررت التحفظ على اموال صفوان ثابت صاحب جهينه لمنتجات الالبان ودون التحفظ على الشركه نفسها. اي حاجه ثانيه ما عدا الشركة تم التحفظ عليها من زمان، من 2015. ليه بقى ما تمش التحفظ على الشركة؟ لأنها شركة مساهمة ولها أنشطة خيرية. يعني الراجل بتاع ربنا هو بيعمل خير هو. ولكن رغم التحفظ على أمواله عدا شركة جهينة وقتها، فضل صفوان وابنه بيتبرعوا للأعمال الخيرية وبيتم تكريمهم من النظام شخصيا في مناسبات عديدة. تعالوا كده نفتكر في 2018، يعني بعد ما تحفظوا على أمواله الراجل مازال مصر على أنه يكون خير ويتبرع ويقوم بالأعمال الخيرية. ادي هو جهينة الصفحة بتاعتها أو الويب سايت بتاعها، تبرعها ب 15 مليون جنيه مصري لصندوق تحيا مصر، لصندوق تحيا مصر لعلاج ومكافحة فيروس سي. تكريم شركة جهينة بسحور صندوق تحيا مصر السنوي لمجهوداتها الدؤوبة في تنمية المجتمع المصري. في أكتر من كده إيه ممكن الراجل ده يقدمه وما قدموش؟ تبرع لصندوق تحيا مصر وعمل. مفيش أي كلام اتقال لا في السياسة ولا في المعارضة، ولا الراجل كان ماشي صح يعني وزي بقيه رجال الاعمال. ويوم ما تبرع خيريا تبرع لتحيا مصر. طب تعالوا نشوف برضو اكتوبر اهو 2020 جهينه تتقابل القبض عليه بكم يوم. يعني هو اتقبض عليه في ديسمبر 2020. في اكتوبر 2020 جهينه بتتبرع بنسبه من ارباح بعض منتجاتها خلال الشهر الحالي لمستشفى بهيه الجديد بالشيخ زايد. طبعا مستشفى بهيه كما هو معروف ده خاص بسرطان الثدي عند السيدات، ومستشفى كبير وبيقدم خدمات لناس كتير جدا ومريضات كتير جدا. ولكن واضح ان كل ده لم يشفع للعائله المحترمه، وتم في ديسمبر 2020 زي ما قلت لحضراتكم القبض على الاب، وبعد كده الابن على طول من غير تهم واضحه. محدش كان عارف الراجل ده عمل ايه عشان يتم القبض عليه وايداعه الحبس الانفرادي لمده طويله جدا. وادي هو الخبر من رويترز، القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس اداره جهينه المصريه على ذمه التحقيقات. طب قولوا لنا يا جماعه تحقيقات ايه؟ طب ايه التهمه الموجهه؟ طب احراز؟ طب دليل؟ طب تحريات؟ اي حاجه بس نفهم، نفهم هو عمل ايه. خرجت منظمة العفو الدولية تفضح بقى وتفهمنا اللي احنا كلنا ما كناش فاهمينه، وتقول الحقيقة. الحقيقة المرة ان النظام قبض على صفوان ونكل بيه هو وأسرته عشان كانوا عايزين يسرقوا منه جهينة. وهو طلع راجل ورفض، قال لهم ده شقة عمري، عرق جبيني، بقالي سنين ببني في جهينة. تيجوا كده عايزين تاخدوها مني بجرة قلم؟ فراحوا حبسوه. وادي اهو الخبر على منظمة العفو الدولية 2021، رجال أعمال خلف القضبان لمقاومتهم طلبات جهاز أمني. إيه هي طلبات الجهاز الأمني؟ قالت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي في ظروف ترقى للتعذيب، وذلك انتقاما منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما. وقال فيليب لوثر مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات المسؤولين الأمنيين المصريين بالتخلي عن أصول شركة جهينة المعروفة في مصر والتي تمتلكها العائلة، وقد أبديا شجاعة نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما.
وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تفرج عن الرجلين اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلا. تخيلوا رجل أعمال قضى عمره كله في مصر، بيبدأ من الصفر وبيعافر وبيعاني وبيجد عقبات وبيحرم نفسه من متع وملذات الحياة عشان يكبر البيزنس بتاعه ويشتغل ويعرق، وفي الآخر يجي جهاز أمني ما يقول له لا معلش والله احنا عايزين الشركة دي، هتتنازل عن الأصول كلها واحنا هناخدها. متخيلين القهر؟ طب أنا رافض، مش عايز أديك الأصول. طب تعالى بقى، تعالى واحنا هنعرفك يعني ايه ترفض في الجمهورية الجديدة. عرفتوا بقى يا جماعة مين اللي قتل السيدة بهيرة بعد كل القصة اللي حكيناها لحضراتكم دي؟